خلي بالك من طبق الترشي اللي ما بتعرفش تاكل لما تحطه قدامك في رمضان. خلي بالك. لماذا؟ يعني ايه ترشي؟ يعني هل ده في مصر بس ولا العالم كله فيه ترشي؟ لا، العالم كله، العالم كله فيه ترشي، بس العالم كله عارف مين اللي ما ياكلش الترشي. بس هو ده الفرق بينه وبين العالم. احنا في رمضان بنكبره قوي، يعني الترشي ده اساسي. مش صح، مش صح. اولا هيخليك تاكل اكتر، وده مش مستحب. فاكرين في اول حلقة لما قلنا نظام الاكل في رمضان فطار غدا عشاء؟ فاكرين قلنا لما المغرب يدن ما تاكلش، كل ربع رغيف بجبنة وطماطم وكوبايه شاي باللبن كأنك بتفطر في يوم عادي؟ فاكرين؟ وانزل من البيت ما افضلش قاعد عشان الاكل، واصلي وخلص التراويح وارجع اتغدى شويه رز واللي موجود اكله، وقبل الفجر اتعشى زبادي بعسل نحل. فاكرين؟ الترشي مش هخليك تعمل النظام ده خالص خالص. هيتحط ساعة المغرب بس، هتلاقي نفسك اكلت الوجبة كاملة. طيب ايه عيبها؟ ايه عيب المشكلة دي؟ احنا قلناها قبل كده، في حاجة اسمها هضم وحاجة اسمها امتصاص. حفظتوها؟ حاجة اسمها هضم وحاجة اسمها امتصاص. الهضم انا اكلت عيشة هضم تحول الى اخر مادة وهي جلوكوز ودخل جوه الدم. دخوله جوه الدم ده الامتصاص. عندما يكون الانسان صايم الامتصاص يعلى جدا 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 جدا. مثال، انا اكلت 20 جرام سكر وانا مش صايم، امتص 10 واسيب 10. لو انا صايم وخدت 20 جرام سكر امتص 20. عشان كده بنخاف من الاكل ساعة المغرب، لازم نسكت الصيام ده، نقلل الامتصاص، نقلله بأي أكلة بسيطة جدا يقل الامتصاص، يوم إيه نحمي نفسنا. وعشان كده فطار غدا عشاء. طبق الترشي مليان ملح، أنت ما تعرفش عندك ضغط ولا لأ. طبعا مريض الضغط خلاص ممنوع ملح بتاتا، ده مش ترشي، ده الملوخية تبقى من غير ملح، مش حكاية ترشي. وبالتالي مريض الضغط خلاص احنا ادينا له التعليمات. كثير من الناس ما يعرفش ان عنده ضغط، ما يعرفش. ونبتدي نشوفهم بعد العيد بضغط عالي من هذا الطبق، طبق الترشي الاساسي ده معروف جدا في رمضان. محلات ترشي تبتدي تشتغل في رمضان، مع ان ده غلط شديد جدا. قلنا الامتصاص هيبقى عالي، حتى لو الضغط نص 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 هتلاقيه ابتدى يعلى، هو مش هيحس. تقول لي هو الضغط ملوش اعراض؟ اقول لك تلت مرضى الضغط بدون اعراض. خلي بالك، تلت يعني 30% بدون اعراض، والتلت عنده صداع، والتلت التالت جايب مضاعفات. اول مره نعرف ان عنده ضغط وهو داخل العنايه المركزه. يبقى عندي تلت بدون اعراض خالص، ماشي كده. من هنا كان قياس الضغط روتيني، روتيني، مش لما يجي لي صداع بقيس الضغط، لا، ده انا اقيس الضغط كل 3 شهور، خصوصا لما سني يتقدم شويه. فلو سمحتوا الترشي قد يعلي ضغطك وانت مش داري، مش داري. هو ما يعليش ضغط السليم، يعني واحد ما عندوش ضغط من حقه ياكل ترشي، ما عندناش مشكله. لكن انت ما تعرفش انت عندك ضغط ولا لا، انت ما تعرفش. هتاكل 30 يوم بعد العيد تعبان، تروح تلاقي ضغطك في السماء. عشان هذا يشترك مع الترشي العرقسوس. تكير، في ناس بتحب جدا العرقسوس في رمضان، خطر جدا. العرقسوس من المواد اللي بترفع الضغط، يعني مريض الضغط ممنوع ياخد عرقسوس، ممنوع. احلف لكم بايه وتصدقوا بايه؟ عندي في العنايه المركزه 4
رمضان اللي فات من عرق سوس، 4 مرضى من عرق سوس، بيعلي الضغط جدا، ممكن يعمل هبوط في القلب. يعني كان اول سؤال نسأله انت طبيعة اكلك ايه، يقول لك انا كوباية العرق سوس اساسية في الفطار. ممنوع، واحد ما عندوش ضغط هو حر، بس انت ما تعرفش انت عندك ضغط ولا لا. عايز بقى عرق سوس وعايز طرشي، روح اكشف، روح اكشف، شوف انت مريض ضغط ولا لا. ومع ذلك رغم ان الدكتور قال لك ما عندكش ضغط، ما تعملش كده. ما يمكن انت ضغط بوردر لاين، نص نص، والحاجة دي تبتدي تعليه وتعمل مشكلة انت مش قدها، انت مش قدها. فلو سمحتوا طبق الترشي نستغنى عنه، والعرق سوس نستغنى عنه، بالاضافة الى ذلك ان الترشي فيه مواد حامية. لو عندك قرحة معدة، لو عندك قولون تعبان، لو عندك اي حاجة هتزود المشكلة. طب ليه؟ ليه ما ناكل الاكل الطبيعي العادي الخواجاتي في رمضان؟ يعني ناكل اكل اللي هو دايما عيني يقول لي يعني ناكل ايه؟ بتاع قرحة المعدة وبتاع الضغط وكده. اقول لك الاكلة اللي لو حطيتها في عينك ما تحرقكش. لو حطيت الاكلة دي في عينك ما تحرقكش. يعني اكلة بشطة ما اقدرش احطها في عيني، هتحرق عيني. كذلك اللي عملته في عيني هتعمله في معدتي. فلو سمحتوا نلغي هذا البند من فطرنا يومياً.